طيب عايزين بقى نعرف مين اول فيكم صاحب فكره ان احنا ننقل البطوله لمصر؟ شريف. اوكي انا هحكي لك الموضوع عمل ازاي. مفيش، انا كنت مسافر بره مصر، كنت في اليونان وعملت عومه زي اللي احنا عملناها بعد كده هنا اللي هي اوشن مان، والموضوع لذيذ قوي لان انت مش مجرد بتبقى طالع تعمل بطوله وخلاص وماشي، لا اتس ان اكسبيرينس، تجربه، فبتطلع ويك اند تعمل عومه لذيذه، بتقابل ناس مختلفه وكل الكلام ده ومن جنسيات مختلفه طبعا. ومن هنا جات لي الفكره ان احنا نبدا نعمل الموضوع ده في مصر، وسبيشال يعني هنكون بنبروموت السياحه الرياضيه في مصر طبعا. واحنا جداً. عندنا الجو طول السنه خطير يعني انت طبعا. انت ممكن احنا كنا لسه عاملين الايفنت في ديسمبر والناس نازله من غير وايت سوتس، المايه دافيه، كل الكلام ده. بس فمن هنا جت الفكره، رجعت اتكلمت انا ومحمود مع بعض، قعدنا نشوف نقدر نعملها ازاي، وبعدين اتكلمنا مع التوكيله واوشن مان ان احنا نجيبه مصر، وبعدين اتكلمنا مع وزاره الشباب والرياضه ان احنا يبقى عندنا الدعم منهم وبالتنسيق مع الاتحاد المصري للسباحه، وطبعا من غير الدعم بتاعهم ما كناش نعرف نعمل الموضوع ده. ومن هنا بدانا بقى قررنا ان احنا نجيب الموضوع مصر، وجبناه اول مره في افريقيا في 2020.